شباب السلام عليكم، ارتلوا لكم هذا المقطع لهاي طيرة. شو عم تلحق الدود؟ ما اعرف ليش تاكل دود هاي، يعني انا ما شايف انجز يدور حشرات، يعني شايفين هاي الطيرة تدور حشرات، وهذا الفحل وياها هاي الطائرة. شوفوا هذا هم يدور يمكن ويا طيرته، ما جاب شي دور. هاي الطائرة ما تخلي واحد، هاي اختصاص بالحشرات ما جاي اعرف من دون الطيور. هاي الطيرة شوفوا هاي شوف شلون ندور. شوف انا شفتها بعيني تدور دوده حشره تقتلها وتاكلها، ما جاي اعرف قال شلون هذا شنو من دون الطيور. هاي بس هاي تلقطك كل مره. هنا أنا دفنت هنا بهذا المكان، هنا وين هالعلاقه الزرقاء دفنت اكل مال بيت، يعني من يعفن ادفنه هنا فاخليه ورا فتره لقيتها تاكل هنا ثاري، يطلع من عده سلابيح وهي تبحش هنا، تبحش بالتراب وتطلع. شوف هذا الفحل السوبر مخليه هنا على مود ارد داخل من عده طفرات، يعني هذني مال الموسم هذا. شوفوا الطواير والفحله هذني فحل اريد اصوره، يعني شوف هاي الطيره شلون تدور. انا دوختني هاي الطيره شلون تدور على دود وهاي سلابيه ما اعرف ايش تدور بالقاع. طبعا الحديقه انا ما منظف هاي، بس هاي تفيد العوادين تفيد الطيور، وثاني شيء تمنع الرطوبه، أنا مود الرطوبة لا تصير فطريات عندي بالمحمية. لازم نقلبها، بس أنا ما فارغ لها، لازم أقلبها، بس أقلبها. شوف القاع شلون تفايده للطير، سبحان الله. هذا يدور بالأكل مال جاي ينقيد، قاعد يتفحل هذا جاي يدور شو اسمه قطن يريد يعشعش. شوف وين راح يعشعش. شوف هاي الطيرة هاي بتنقلش على سوبر، شوفوا هاي الطيرة ممكن ذن المخاليف تستوهم قاعد يرد زوجين ما ادري.
وين تعشيش طيرة هاي؟ هلا ابوي، هلا. وين تروح تعشيش؟ ذكر يا برد ما يحضر الجنب هذا، ما خليه، ما ادري. لا والله كبير. هذا الفحل عندي كان زوج على فحل سوبر عمتين، شو الفحل الثاني ما هو، ما ادري وين. الحبيب هاي المخالف، شوفوا بدأت تصبغ الانجليزية، هاي نزلت، شوفوا هاي نزلت استوها، بدأت تصبغ هاي الانجليزية. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي الفراخ استوى، بدأت تصبغ. وهذا فحل جوا فروخ، وهاي طيبته. هاي الطائرة شوفوا الملكي، شوف شلون لقط التراب، شنو قابل حاطه كلان هنا جوا غير التراب هذا. شوف طائر يحتاج الرمل يابا شباب، المحميات ليش يساعد على الهضم، كالسيوم لوحة. وين بدت هاي مطلعين؟ شوفوا شلون تدور تراب. نراويكم عندي الانجليزيات الشاكله اهل الخانات، مو تضحكون على سهل، ترى انا حاط دجاج مو انجليزيات. شوفوا هذا التمن والخبز والمرايق ياكلن شنو؟ دجاج. هذا الانجليزي شوفوا، هذا الانجليش دجاج. هذاك اكل اكل مو عبالكم، هذا اكل كناري. باو شوفوا الاكل الكناري، ضال ضال. هذا اكل كناري، وهذا الدنان.
هاي مخلفة استوها راح تزوج يعني. ها فحل هذا أبا فحل هذا جاي المعودان هذا هاي الطائرة ما استعدها دي خوش شباب نهي الكربلة هاي الطائرة ما التقديم عندي خليتها معدية مخلفة يعني فرخة خليتها معدية شوف هذا شوف مثل هذا مسوي لي تقول مال مال ايش هذا تقول مال مال غراب ما ادري شنو ايش كبر هذا مال دايموت هذا يجيب هذا انا فلشة هو يجيبني خوش طبعا ذني جوهن فرخات ذاك اليوم صورت لكم جوهن فرخات ذني البوموت هاي هذا الفحل هم يدور شوفوه املاح يدور بالقاعين عملاح يدور عملاح بالقاعين شوفوا شوف الحساسين عطشان وانا قاعد هنا راحون يشرب ماي منين من الصوندة هاي الصوندة مو مات هاي هاي الجو هاي هاي راح تشي مفترة راح هناك يشرب ذاك الحسون شوف نزلين حساسين يشربون من هناك ولا يجي لهنا هاي المخاليف بدأت تريد تزوج شوف شوف جاي تلعب ها با عمر شهرين او اكثر ما ادري شوف هذا شنو هذا شنو هذا اللون بوي هذا انجليش على على سوبر يعني يطلع لك الوان عجيبة هاي هاي طيرة مطمسة روحها بالمرق شوفوا شوفون دهم هاي دور املاح بالقاع انجليزية نورمالات تشوفوا الاحجام هاي انجليزية شوف هاي هاي الاحجام شوفوا هذا الفحل وهاي الطائرة وهذا العزابين طشت الربع بالقاع يشوفوا ديستو هذا نايم بالشميس لازم القاع ريودة يا أخي وهذا فحل طبعا يا ابا شوفوا هذا فحل بعد ما صابه فريخه بس الدود استوى بدت تريد تسبق شوفوا
الطيور شلون طلعت حلوه، لان مالت سوبر على طياره انجلش. هذين خوش دبن وجبه، هذين زابيل وهاي الطياره. هذين خوش دبن فرخات، هذين طياره فحل فرخات كلش حلوات. تشوف هذا الطير شنو نوعه؟ واو لايت باج. هذا هذا ابوه فحل ايزابيل. والطيره الطيره حلوه هاي غير يمكن. لا والله مو هي هاي، والله مو هي هاي. شوفوا ايش دبن عندنا فريخ، شنو من جماله. وعندنا بعد واحد هنا ذني الطيره والفحل هذني دبن عندنا هذا اللون، يعني هذا اللون. وبعد عندنا واحد لونه راح يطلع مشابه له تقريبا له، بس وجهه بي اورنج. هذا الفح هذا الفريخ هذا وجهه اورنج، وعلى وجهه اورنج. يعني من هسه الخد مالته بي صفار من هسه. هذا بعد صغير مستوى وقع انا نزلته حتى يروح لهناك. خلنا اراوكم الطائرة قام تضرب عبالها بناتها. اشوف ذاك الفريخ يشبه من يشبه هاي الطائرة، بس هو مو ابنها. وهو هاي الطائرة هذا الفريخ، بس هي شنو مو ابنها. بلكة تطلع فحل، اريد اشوفها يطلع لايت باك. يعني ما جاي اعرف انا شلون راح يطلع لونه هذا، لو يطلع على هاي الطيارة. وش شباب هذا الفريخ هنا ذن امهات انجليزيات، يعني شيء مرتب وحلو. اذا تشوفون ذيله واو هذا الفريخ. خلنا نراويكم الاكلات مالتنا. هذا مال شوف هذا خبط خبط الدخن بانواع. ايش الدخن بانواع؟ وخليت وياه الحبايه اللي شو هاي هاي الدنان، حباية الدنان وبي وياه من نوع الشلب. شوفوا هذا الشلب، هذا الشلب بالحب بي بي شلب وبي تكسير مال الدقة. هذا المكسر الدقة والدنان. هذا مخبوط الدنان ويا دقه. تعرفون انتم هذا الدنان يجيبوه من من الشلب يطلعوه، فاحنا نستفاد من عده لان بي شويه ملوحه للطير. هاي الاكله اللي تشوفوها بها انواع الدخين وانواع البذور مال يعني اللي تصير ويا الشلب. اكو دنان واكو هذا البذور اللي كانها دخين. هذا اوريكم هاي الخبطة الثانية، هاي اكلة مال كناري. هاي الاكلة مال كناري. هذا انا حاط له حتى بلت. هاي هذا الحسوني قروتها، هاي هو هاي حسوني قروتها. كل شيء ياكله. ردت اضيف له شويه كتان، بس هذا اليد شويه ما تساهل وياي عفته. ورحت راح اجيب لهن حب الشمس بعد، واجيب لهن
وجبنهن الكتان وياه. شوي الكتان معالج للطير يعني، الكتان شوي يساعد على تحسين الكبد. أراويكم الأكل مالتنا معالج. هنا عندنا التمة والمرق، وحسودون الإنجليزيات حاطين سهل تمة ومرق. هي هاي الطيور. انت خليهم بالبريه من يطلع مثل عصفور، من يجي للزباله ياكل اشكال. وش وشوفك ايش مالي هاي ارد اروح اجيب حجول هلمن للبوم، لان انا حجرت بحجول مال الفناجز ذني، والحجل هذا نشوف هاي الطيره وين مبيضه. هاي مال استاذ هادي الطيره الكبيره، انا اعرفها من الحجل، الحجل مالته يصير باصفر، انا الحجل مالتي ازرق. طبعا على وجه الشتاء بيضت الطائرة الموزمبيق، وهسه راح اكيد تعشعش ويا الحسون. هذا الفحل هنا سوبر، الفحل هنا سوبر خوش حكي شبابنا، بس طائرة انجلش. شوفوا هاي الطيرة نزلت، بتاخذ لها صورة على من على الخطوط مالتها. أنا أقول مع السلامة شبابنا الأعزاء، لا تنسون الاشتراك بالقناة، ومع السلامة.